يا سلام الله سلام على عز وفخر، ابتدي بأول القى ذي واحد الركاب، جهزوا كل المباخر وزيدوها جمر، ورحبوا بالليل غنى بعد طول الغياب، رحبوا بالليل فانا بعد طول الغياب. يا سلام الله سلام على عز وفخر، ابتدي بها ولا القاب واحس الركاب. يا سلام الله سلام على عز وفخر، افراح العروسين هذه النسخه للاستماع فقط. يمنع استخدامها لدى استديوهات أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-533-48-021. من بلق ومن على المعتدي سم وقهر، تقهر كبود العادي ولا يمكن تهار. من بالعز الخوي لا الخوي دايم ظهر، يا الرجال اللي تقدم ولدها بالصعاب. رحب الليلة وساق القصايد والشعر، والقصايد لجل عينك فيها المحفل تجاب. أفراح العروسين هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-533-48-021. للنخوة وفيها الجماعة تفتخر، والصفات الطيبة تجتمع بالأصفر. الله الله والكلام الزين عنده وهرجة معتبر، وإن سأل تجاوبك ما يصد عن الجواب. من بلق ومن على المعتدي سم وقهر، تقهر كبود العادي ولا يمكن تهار. من بلق عز الخوي لا الخوي دايم ظهر، أفراح العروسين هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-533-48-021.